لكن انت انت تموتني وانا عايش وعاوز تمشي كلامك عليا. انت هتاخد زمنك وزمن خيرك. انت بتوكلني؟ بتوكلني؟ ما لو كنت فقير ولا ضعيف كنت ايه؟ ضربتني؟ رميتني برا الباب؟ رحت على ابوك؟ ولدي مش ولد حرام. هكسر فيك لحد ما اعرف الشيطان النجس ساكن في اي حته في عظمك. كفايه عاد كفايه عاد كفايه عاد كفايه كفايه يا محمد. شفت عند اخوك يا راجل؟ كفايه سيبني اموت. كفايه يا راجل. تتجوز ما تتجوز انت حر في روحك. لكن مرضك اتسلطك على ولدي هيكون اخر يوم في عمره يا محمد، فاهم؟ ولدي كسرتهولي، وانت لو نزلت المنظره تاني من غير اذن هكسر رجليكي. اطلعي قلت لك اطلعي. بالراحه يا محمد على عيالك. تقول ايه لراجل قلبه قاسي؟ انا عارف ان قلبك مش قاسي، لكن برضه بالراحه عليهم وعلى نفسك. هما لسه شافوا حاجة؟ هو الجواز هيحنن القلب ولا يقسيه؟ انت كمان هتكون جواز. حماد جودة انت فاكرني انت فاكرني عيل صغير؟ ها هتشوف اللي انت ضربته ده هيعمل فيك ايه. ايه ده؟ خيري اخوكم الكبير. من اللحظة دي أنا رجعت المنظمة ومش هروح القديمة غير عنهم بس. وانتوا طالعين تقولوا إحنا طالعين، وانتوا داخلين تقولوا إحنا داخلين. خلاص ما بقاش ورايا غيركم. تحت أمرك يا حاج. وانت تروح تقرأ الفتحة مع أبو زكري كأنك يتيم من غير أبوك. يا أبوي ما أنا لقيتك مشغول. تروح تقول لهم أبويا مش موافق وما أقدرش أعمل حاجة بلاه وتاخد صورة يدور لك على حته تانية تعيش فيها. غورو مهما عصوني برضو أولادي. ستري وغطايا وحزني وكسوة عيادي. وولادي مهما عصوني برضو أولادي. ستري وغطايا وحزني وكسوة عيادي. وكل بكرة أقول بكرة القلوب تصفى تسود بزيادة كل ما أحب وأدادي. يا قلبي يا قلبي افتح يا ولدي افتح يا خير يا حبيبي افتح. قاعد لوحدك ليه؟ افتح يا ولدي. ليه كده يا بوي؟ هتعمل معايا انا كده ليه؟ طول عمرك تحترم كامل تحب مرعي وانا كسرني ليه؟ اول واحد كان يصحى في عيالك ويروح الشغل انا، ووقف بالساعات واجري هنا هنا
ومستني منك كلمة جدع يا خيري. انت ولدي صح، حتى وانا قبالك كان نفسي تقول لي جدع يا خيري. قدرت تدور الشغل وحدك ليه كده يا ابوي؟ هتعمل معايا انا كده ليه؟